إذن البداية من ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري مباشرة مع الزميل آدم شمس الدين. آدم مساء الخير. مساء الخير رامز لك للمشاهدين. يوم غدا يعني في الذكرى 17 لاختيار الرئيس رفيق الحريري، من المتوقع ومن المنتظر أن يزور الرئيس الأسبق سعد الحريري ضريح والده لقراءة الفاتحة ربما لآخر مرة بصفته نائبا في المجلس النيابي، وذلك منذ انتخابه لأول مرة في دورة 2005. يعني هذه الزيارة كما ذكرنا رامز قد تكون الأخيرة للرئيس سعد الحريري بصفته نائبا في البرلمان، وذلك بعد الموقف الذي أعلنه بتعليق عمله السياسي وعدم الترشح للانتخابات وأيضا تعليق العمل السياسي لتيار المستقبل. هذه الزيارة المنتظرة يوم غد، جرى هناك الحديث عن معلومات تتحدث عن إمكانية تزامن هذه الزيارة مع زيارة شقيق الرئيس سعد الحريري بهاء الحريري بالتزامن مع زيارة الضريح، ولكن هذه المعلومات مستبعدة نظرا للخلاف العميق السياسي بين أفراد العائلة، بالإضافة إلى ما كان قد صرح به بهاء الحريري خلال مقابلته على قناة الحرة بأنه لن يتوجه إلى لبنان وذلك عزاء لأسباب أمنية. هذه الزيارة المنتظرة يوم غد إلى ضريح الرئيس رفيق الحريري شهدت يعني قبل يوم من حصولها اجتماع، وهو اجتماع الثاني للرئيس الحريري مع كتلته النيابية منذ إعلان قراره بتعليق العمل السياسي. وبحسب معلومات الجديد فإن هذا اللقاء جاء نتيجة يعني طلبات أتت من نواب كتلة تيار المستقبل لمعرفة كيفية مقاربة الانتخابات النيابية في ظل هذا القرار بتعليق العمل السياسي. في المعلومات أيضا بأن الرئيس سعد الحريري عاد وكرر موقفه بتعليق العمل السياسي بصفته رئيسا لتيار المستقبل وعدم يعني خوضه الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن الرئيس سعد الحريري كرر أمام النواب بأن هذا القرار لا يعني مقاطعة الانتخابات النيابية، ولكنه يعني أيضا بأنه لن يدعم أحد بالانتخابات النيابية بصفته أو تحت مظلة تيار المستقبل. في المعلومات أيضا بأن الرئيس سعد الحريري ترك الحرية للنواب الراغبين بالترشح كل حسب منطقته، وايضا ترك لهم تقدير هذه الظروف، ولكن كان هناك يعني كما ذكرت في المقدمه شبه نصيحه الى نواب كتله تيار المستقبل، وهي نصيحه اتت كاخ او كصديق اكثر ما اتت كونها توجيه لنواب الكتله، وذلك نظرا لمقاربه الرئيس سعد الحريري لي يعني وضع البلاد مستقبلا، ونظرا لقناعته بان الامور ذاهبه الى الكثير من التدهور وبان اي يعني حل في الأفق هو غير موجود. وبذلك كان هناك عبارة يعني ذكرها أمام نواب كتلته بأن يعني كنصيحة بعدم الترشح للانتخابات النيابية إذا لم يكن أي من هؤلاء النواب الرغبة بالتعرض لانتقادات شديدة من قبل مناصريهم أو من قبل من سيقوم بانتخابهم في الانتخابات المقبلة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك توصية أو توجيه من قبل الرئيس سعد الحريري بأنه حتى حصول الانتخابات النيابية المقبلة كل نواب تيار المستقبل عليهم استكمال مهامه التشريعية في المجلس النيابي وعدم مقاطعة جلسات مجلس النواب، بما في ذلك يعني الجلسة التي ستعقد الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة الموازنة. وكان هناك أيضا يعني إشارة من قبل الرئيس سعد الحريري بأنه إلى حين حصول الانتخابات النيابية واستكمال استكمال أعضاء كتلة تيار المستقبل بممارسة مهامهم النيابية، إذا ما كان هناك أي توجه مستقبلا بحسب الظروف إلى تقديم اقتراح لتمديد المجلس النيابي سيكون هناك قرار فوري بالاستقالة الجماعية لنواب كتلة تيار المستقبل من المجلس النيابي، ولكن طبعا ذلك يعني هو رهن بالتطورات السياسية في الأشهر المقبلة قبل أن نصل إلى انتخابات النيابية. عموما كما ذكرنا رامز يوم غد هي ربما الزيارة الأخيرة للرئيس سعد الحريري بصفته نائبا في البرلمان اللبناني، وطبعا ننتظر الزيارة يوم غد إلى الضريح ولمعرفة إذا ما كان سيكون هناك تصريح سياسي للرئيس سعد الحريري من أمام ضريح والده رفيق الحريري. شكرا لك زميل آدم شمس الدين على كل هذه التفاصيل.